متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير إلى أن مناطق واسعة من وسط وجنوب المملكة خالية من تواجد السحب والغيوم، في حين هناك تقدم كثيف لسحب أو تقدم كبير لسحب من النوع المتوسط والعالي غير الممطر على أجزاء واسعة من المناطق الشمالية الغربية من المملكة، تحجب أشعة الشمس، وهي تأتي في مقدمة تأثير منخفض جوي سنتحدث عنه بالتفصيل بعد قليل. توقعات الهطولات المطرية لهذا المنخفض الجوي، يتوقع خلال ساعات الليلة القادمة ليلة الأربعاء على الخميس تهيئ فرص هطول الأمطار كما نلاحظ على حقل والسواحل الشمالية الغربية من المملكة والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة بما فيها تبوك، حيث يتوقع أن تهطل في تلك المناطق زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. طابع هذه الأمطار سيكون على شكل أحوال جوية غير مستقرة بسبب عبور جبهة هوائية باردة على مناطق ذات درجات حرارة مرتفعة، خاصة مع انقطاع الأمطار في تلك المناطق منذ فترة طويلة، بحيث تكون هذه الأمطار على شكل زخات رعدية تجري بها الأودية والشعاب، وربما تتشكل السيول في بعض المناطق. على الجانب الآخر، خلال ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة وصباح يوم غد سيكون هناك تخاريج بحرية في البحر الأحمر بالقرب من المناطق الساحلية الغربية كما نلاحظ، ربما جدة، رابغ، ينبع، هذه المناطق ربما تتعرض لزخات قصيرة من الأمطار الرعدية ناتجة عن هذه التخاريج البحرية مع تقدم الهواء البارد القادم من الشمال. خلال ساعات نهار يوم الخميس اعتبارا من ساعات الصباح تبدأ السحب بالتكاثف والتماسك أكثر وأكثر في السواحل، سواحل المدينة المنورة عند نواحي ينبع، بالإضافة لأملج، وبالإضافة أيضا إلى منطقة الوجه، وتمتد الأمطار إلى القريات وأجزاء من الجوف والحدود الشمالية بمشيئة الله تعالى، كما تزداد تدريجيا فرص حدوث التخريج البحرية قبالة أيضا سواحل مدينة جدة بمشيئة الله تعالى. أما خلال ساعات ما بعد ظهر يوم الخميس يتوقع أن تزداد فرص الأمطار على طول الواجهة الغربية للمملكة، تشمل بذلك ينبع، رابغ، وربما حتى مدينة جدة، وكذلك الأمر في المناطق الشمالية تتقدم هذه الأمطار والسحب الرعدية، أحيانا تكون باتجاه سكاكا وعرعر ومناطق الحدود السعودية العراقية بمشيئة الله تعالى. أما مع ساعات مساء وليلة الخميس على الجمعة مع تقدم الهواء البارد القادم من الشمال، يتوقع أن تنشط سحب رعدية على مدينة جدة تصل إلى مكة المكرمة، وبالتالي يتوقع هطول أمطار على رابغ وجدة وأجزاء من المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من حائل ورفحاء والحدود الشمالية من المملكة في تلك الأنحاء، وتستمر هذه الفرص للأمطار موجودة حتى ساعات صباح يوم الجمعة كما نلاحظ. خرائط توزيعات درجات الحرارة للطبقات الجو القريبة من سطح الأرض، نلاحظ بأن اللون الأصفر والأحمر هو لدرجات حرارة مرتفعة عموما، واللون الأخضر هو لدرجات حرارة منخفضة، وهذا اللون الأخضر يفسر وجود كتلة هوائية كانت باردة في المناطق الوسطى للمملكة العربية السعودية، أثرت على العاصمة الرياض وبعض المناطق الأخرى، وعملت على انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليالي الماضية. ولكن على الجانب الآخر كان درجات حرارة مرتفعة، وهذا هو الحال كما هو عليه خلال ساعات نهار هذا اليوم. أما اعتبارا من يوم غدا فكما نلاحظ تقدم لهذا اللون الأخضر، وهو يفصل ما بين هواء ساخن وبارد، وهو باختصار جبهة هوائية باردة تتقدم من مناطق مصر وبلاد الشام باتجاه المملكة كما نلاحظ. تقدم هذا الهواء يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يؤدي نهار يوم غدا الخميس إلى اندفاع المزيد من الهواء الساخن في مقدمته ليصل باتجاه بريدة وحائل وعموم المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، حتى أن العاصمة الرياض ستبدأ بالتأثر بارتفاع في درجات الحرارة، وذلك ناتج عن يعني انتقال الهواء البارد إلى المناطق أكثر شرقيا بمشيئة الله تعالى. ومع دخولنا مع ساعات مساء يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة، يتوغل هذا الهواء البارد أكثر نحو داخل المملكة، وبالمناسبة ربما يكون مصحوب بحدوث لإثارة كبيرة للأتربة والرمال على حدود هذه الجبهة الهوائية الباردة، ويستمر تدفق الهواء الساخن باتجاه العاصمة الرياض ليلة الخميس على الجمعة، بحيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الليالي الماضية في المناطق الوسطى والشرقية وبعض المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة. أما مع ساعات نهار يوم الجمعة فيستمر هذا الهواء البارد بالتدفق جنوبا كما نلاحظ، ويطال العاصمة الرياض في وقت لاحق من مساء يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. بالعودة الآن إلى أحوال الطقس في العاصمة الرياض هذه الليلة، الأجواء تكون صافية بوجه عام، لكن كما نلاحظ درجة الحرارة ما زالت باردة للغاية 7 درجات مئوية، والطقس بارد بشكل عام، ولكن هذه الليلة ستكون آخر الليالي التي يحدث بها هذا البرد، ثم سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة كما سنلاحظ في توقعات الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة، والتي تشير إلى أن العاصمة الرياض سترتفع بها درجة الحرارة يوم الخميس
إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 11 درجة مئوية. المزيد من الارتفاع يوم الجمعة 26 درجة مئوية في ساعات النهار، أجواء قد تميل الدفء وتختلف تماما عن ما كان عليه خلال اليومين الماضيين، والصغرى 13 درجة مئوية. ترتفع درجة الحرارة في ساعات الليل 6 درجات عما كانت عليه خلال هذه الليلة والليالي الماضية، ويوم السبت تنخفض قليلا إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون ليلا 15 درجة مئوية. هذا بشأن هذا ما كل لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة حتى اللحظة. دائما تابعونا عبر تطبيق تقس العرب أو زيارتنا موقع تقس العرب الإلكتروني arabiaweather.com، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصلكم كل ما هو جديد دائما بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.